اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي ليله والفقره الثانيه، الفقره الحواريه الثانيه هتكون مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد اللي اتربى من هو صغير في مدرسه الكوره مرورا بكل مراحل الناشئين حتى الفريق الاول، هو الكابتن عبد الله جلاله. هنتكلم معاه في كل الامور الخاصه في النادي الاهلي، وهنتكلم معاه اكتر عن مباراه القمه اللي هتكون يوم السبت القادم امام نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن عبد الله برحب بيك. حبيبك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله منور. نورك. يعني اتشرفت ان انا اكون موجود في النادي الاهلي معاك، ويعني عاصرتك الفتره اللي انت كنت موجود فيها، ودايما الجيل بتاعك كان جيل مميز، كان جيل فيه لعيبه مميزه، لعبته امم افريقيا ولعبته كاس عالم، ويعني خرج منكم لعيبه اعتقد ان هي لسه مكمله وموجوده لحد دلوقتي. ف يعني اكيد وانت من الناس المحترمه وكنت قدوه لشباب كتيره موجوده في النادي الاهلي. الاول طبعا عايز اعرف يعني رايك في مباراه الاهلي اللي جايه، وشايف مباراه الزمالك ازاي؟ انت راجل كنت موجود ولعبت في ماتشات زمالك على سواء في قطاع الناشئين او كنت موجود مع الفريق الاول، اكيد بيكون ليها طابع خاص. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاول انا بسلم عليك الاول بشكل خاص ان انت وحشني من زمان، انت عارف ان اللي بيني وبينك يعني طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه مباراه الاهلي وزمالك يعني حاجه كده زي ما بيقولوا كده بطوله خاصه. بطوله خاصه بين قطبين الكره المصريه. دي حاجة. الحاجة التانية أجواءها بشكل خاص كده جوه النادي الأهلي أو خاصة فريق النادي الأهلي بتبقى لها طعم خاص. ليه؟ لأن أنت يعني بتدور أن أنت بتعمل حاجة مميزة اللي هي بتدور عليها الجمهور بتاعك، أن أنا أتغلب على الخصم بشكل كويس، بأداء كويس، بنتيجة كويسة ترضي طموح الجماهير. دي حاجة. الحاجة التانية زي ما بيقولوا كده إيه الكريزة اللي بحطها على التورتة اللي أنا باخد بها الإيه الدوري في نهايه الدوري او في وسطه، فبحط الكريزه دي بان انا اتفوق على ايه فرقه زي نادي الزمالك. طبعا جوه المعسكر بيبقى تركيز في اعلى درجات التركيز بتاعت اللعيبه، حتى الهزار بتاع اللعيبه بيبقى في حدود معينه، ما بيبقاش الامور سهله ان انا اهزر واضحك براحتي، لكن على العموم يعني ما بيبقاش متنشن الموضوع، يعني المعسكر مش تنشن وفي نفس الوقت مش حاجه كوميديا يعني وكده وهزار وكده يعني. طب لو سالتك قلت لك هل المباراه اللي جايه دي ممكن تكون يعني مباراه حاسمه في ايا كان مين اللي هيفوز بيها، ولا الدوري لسه طويل ولسه ما نقدرش نحسم مين اللي ممكن يفوز باللقب دلوقتي، حتى لو الفارق بقى لصالح الاهلي او لصالح الزمالك؟ لا هو بص بعض وسائل الاعلام سبق الامور. يعني بعض وسائل الاعلام خاصه السوشيال ميديا مسبقه الامور، لسه بدري يعني. معلش مش قصه ان الاهلي، هو اغلب الناس بتقول ان الاهلي هيكسب الزمالك، فالاهلي لو كسب الزمالك خلاص كده ضمن الدوري. لا، هي بنسبه كبيره انت بتقول ان الماتش ده بيحدد مين بطل الدوري. يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب ويرجع للصداره بتاعته اللي معود جماهيره عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه بس مش دي نهايه المطاف، لان انت لازم تجتهد وتكمل الطريق للاهلي. ده اللي حصل في الاول، الزمالك كان متفوق بعدد نقاط كبيره، الاهلي رجع وتفوق وبدا ان هو الفرق ما بينه. انا بقول لك السوشيال ميديا بتتحكم في الموضوع. ليه؟ بعض الاراء بتقول ان انت بتتكلم ان انت الماتش ده لو كسبته سواء للاهلي او للزمالك انت خدت الدوري بنسبه كبيره. لا، انت حسمت جزء او قللت الطريق او قللت المسافه ان انت تاخد ايه بطوله الايه الدوري. بس القصه كلها مش ان انا اكسب ماتش اخلص الدوري او اقول انا حسمت كده الايه الدوري سواء الاهلي او الزمالك، لكن القصه كلها ان انا بعد كده هعمل ايه في اللي جاي بعد كده، هقصر المسافه ازاي واطول المسافه على الخصم ايه من بعدي. يعني الفرق 2 بونت دلوقتي، كانوا قبل كده السوشيال ميديا عامه او وسائل الاعلام بتتكلم ان فرق مثلا 12 بونت و 13 بونت، فجاه لقينا الايه 2 بونت. طب كان بيتكلم قبل كده ان في 6 مؤجلات او 7 مؤجلات للنادي الاهلي، لو خدهم هيبقى متصدر، الاهلي خسر فيهم ماتشات كتير او خسر فيهم بنط كتير ومع ذلك ما وصلش. لكن في الوقت اللي انت الناس كلها بتتكلم في حاجه تانية، انت دلوقتي وصلت المسافه ان انت 2 بونت بين الاول والتاني، يعني لو كسبت الزمالك ان شاء الله الماتش اللي جاي هبقى انا متصدر فرق بونت، بس محتاج ان انا بعد كده اكمل صح في الماتشات اللي بعد كده واوسع الفارق، لكن لان البونت ما يحسمليش ايه الدوري. انت ما لعبتش ايام السوشيال ميديا، لكن عصرت السوشيال ميديا، يعني انا بتكلم في وجودك في الاهلي ما كانش فيه سوشيال ميديا بالقوه اللي كانت موجوده دلوقتي. شايف يعني لو اتكلمنا على المميزات والعيوب اللي السوشيال ميديا موجوده فيها دلوقتي عن قبل كده، هل انت شايف كلاعب كره قدم السوشيال ميديا هل هي مهمه فعلا كره القدم؟ هل هي مش مهمه؟ هل ليها بعض السلبيات وليها بعض الايجابيات؟
وازاي لاعب الكره يقدر يستفيد من السوشيال ميديا بالايجاب، وازاي يعني يبعد عنها ويبعد عن سلبياتها. يعني هو للاسف استخدامنا للسوشيال ميديا في الوقت الحالي، سواء من بعض الجماهير او بعض اللعيبه جوه مصر، يعني بنستخدمها باسلوب. طب اللعيبه ممكن تستخدم السوشيال ميديا غلط ازاي؟ معلش، السوشيال ميديا بالنسبه للاعيب بيستخدمها ان هو معلش حتى لو في تفاعل بينك وبين الجماهير، بندخل في وقت من الاوقات ان احنا نجادل مع بعض الجماهير، سواء ان انت مثلا في ان انا لعبت ماتش وحش، اديت بطريقه معينه داخل الماتش اللي فات مثلا بطريقه مش كويسه. يعني ممكن قصدك السوشيال ميديا تستفز اللاعب يخش يرد على الجمهور او يرد على الناس اللي بتعلق، وده غلط. انا عن نفسي ما شفتش في وقت من الاوقات في اوروبا. بس يعني مين حصل هنا في مصر ممكن نفتكر؟ هل في حد من مصر؟ يعني اعتقد ان الموضوع في مصر اللعيبه عندنا بارده شويتين. معلش هو القصه كلها مش موضوع بارده، لا هو مش ما حصلش حاجه، بس معلش احنا في مصر الاعلام او السوشيال ميديا متركز على الاهلي والزمالك طبعا. يعني ما ممكن يبقى في وقائع مثلا في انديه ممتاز به، وقائع في انديه جماهيريه بس ما ظهرتش بشكل علني قوي، لان ما فيش برضو وسائل اعلام اهتمت بالموضوع زي مثلا في لعيب في اهلي وزمالك يتكلم في حاجه زي كده او رد في السوشيال ميديا. فعشان كده الموضوع مش ما فيش اهتمام قوي غير في اهلي وزمالك. لكن بنتكلم بقى ان احنا بعض الجماهير بقى مثلا ممكن ندخل بقى على موضوع الايه، نزود الفجوه اللي حته الصراع ممكن. والتعصب بين الاهلي والزمالك، فنيجي بعد كده نتكلم توصل للبرامج وسائل الاعلام. نبدا نتكلم بقى اصل ده تبع قناه مش عارف ايه، اصل ده تبع برنامج ايه، اصل اللي بيقدم البرنامج ده اهلاوي، اصل اللي بيقدم البرنامج ده زملكاوي. يعني انت بتكبر تاني. هسألك بشكل تاني، لو السوشيال ميديا كانت موجوده ايام ما كان عبد الله جلال نجم من نجوم النادي الاهلي وكان كابتن فريق الشباب، كان كابتن فريق منتخب مصر اللي شارك في بطوله كاس العالم، هل ممكن يكون ده كان فارق معاك دلوقتي والامور كانت تتاخد بشكل افضل من اللي كانت متاخد عليها قبل كده، ولا كانت الامور هتبقى هي؟ لا اكيد مختلفة طبعا. مختلفه طبعا، اكيد مختلفه. انا عايز اقول لك ان الوقت اللي الواحد كان موجود فيه حتى لو كان فيه السوشيال ميديا او لو كانت السوشيال ميديا ضعيفه في الوقت ده، يعني برضو استخدامها كان برضو كويس، مش حاجه وحشه. يعني معلش الواحد كان في جيل محترم في حد ذاته. تاني حاجه بيعرف ايه الصح وايه الغلط، يعني بيطبق الاحتراف الى حد ما بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. يعني لما اقعد مثلا واحد زي مع كابتن محمد ابو تريكه او كابتن محمد بركات او كابتن وائل جمعه، انا مش عايز انسى حد، بس الناس دي كان لها عندها احترافيه ازاي تتعامل مع الجمهور، سواء اللي هو موجود في الشارع او الموجود جوه النادي او اللي بيتعامل معاك كصحافه. كل ده احنا كنا بنتعلم منه. يعني انا كنت بتعلم من الناس دي ازاي اتكلم مع صحفيين، ازاي اتكلم مع وسائل الاعلام، ازاي اتكلم مع المذيعين، ازاي اقعد في برامج، ازاي اتكلم مع الجمهور العادي. امتى لما حد يطلب مني اتصور معايا والكلام ده كله، اتصور معاه امتى؟ امتى مثلا ارفض؟ لان في وقت انت برضه انت بتحدده. كل ده لو كان في وقته السوشيال ميديا بقى زي ما احنا بنتكلم كده، معلش مش هيبقى ردودي انا بتعامل بكده واجي في السوشيال ميديا اللي هي مثلا كلمتين وخلاص. الصيت اللي كان ممكن عبد الله جلال ياخده كان ممكن ياخد صيت اكبر من اللي كان موجود في الفتره الاخيره عشان السوشيال ميديا. يعني من الاخر شايف السوشيال ميديا يعني بتنجم اللي ممكن تنجم لعيب قوي وممكن تنزل بلعيب قوي الارض؟ اكيد. الدليل على كده اقول لك واحد من النادي الاهلي، كريم نيدفيد. صح. كريم نيدفيد في وقت من الاوقات في وقت كان الجمهور كله ولايه الكابتن حسام البدري كان كل يعني معظم الجماهير بتتكلم عليه بشكل سلبي. دلوقتي كريم نيدفيد نمره واحد عند جمهور السوشيال ميديا اللي كانت برضه نفس الموضوع بتتكلم عليه. طب سؤال تاني، ممكن لو لاعب وحش هل ممكن السوشيال ميديا لو اتفقت عليه ممكن فعلا تقنع الناس هو وحش؟ ولا قناعه المدير الفني وقناعه الجمهور، في جمهور بيفهم وفي جمهور بيكون عارف اللاعب امتى يكون وحش وامتى يكون كويس، او عارف امتى الظروف ضده او الظروف معاه، هل ممكن ده يحصل ان السوشيال ميديا تجتمع على لاعب ممكن يكون كويس وفعلا يعني تقنع ناس ان هو لعيب وحش، ولا ده ممكن ما يحصلش كتير؟ لا هو بص يعني اصل هي نسبه وتناسب زي ما بيقولوا كده. لان معلش انا لو مدرب لو هاخد بكلام السوشيال ميديا يبقى انا كده معلش انا مش مدرب. يعني هقول لك مثال، يعني محمد صلاح في اي وقت من الاوقات طبعا عنده رصيد كبير جدا جدا عندنا، بس السوشيال ميديا نادرا لما تنتقد محمد صلاح. السوشيال ميديا المصريه
لكن بره مصر مثلا في تويتر على انستجرام على الصحف ممكن لو ماتش يعني اداه بشكل وحش يتكلموا يقولوا هو محمد صلاح ما كانش موفق، ما كانش كويس، ما كانش في اليوم بتاعه، لكن هنا في مصر بندافع عنه على طول ودايما شايفين ان هو كويس على طول. فده اللي بتكلم عليه، هل ممكن ده يحصل؟ انا بقول لك احنا بنستخدمها هنا بشكل سلبي مش شكل ايجابي، بمعنى احنا هنا بناخدها بالعاطفه، بره ما بيتكلموش بالعاطفه على قد ما هو 1+1=2، بمعنى بره في اوروبا وخاصه في انجلترا انا عندي نمره واحد مجهود اللاعب ايه طول ال 90 دقيقه، في خلال ال 90 دقيقه قدم لي ايه، هل هو ما يرضي من 70-80% من مجهوده، يبقى ده اللاعب ده عمل يعني يعتبر مثلا ايه عارف اللي هو 3/4 مجهوده خلاص، يبقى انت كده كويس بالنسبه لي، اقدر ادافع عنك انا كمشجع، اقدر ادافع عنك واقول الكلام اللي انت قلته اللي هو مش موفق النهارده، ما كانش محظوظ، ممكن اقول الكلام ده. لكن احنا هنا في مصر معلش بنستخدم الموضوع بحب، يعني انا لو انا بحب اللعيب ده بالظبط كده، دي النقطه اللي عايز اقولها، انا بقول لك يعني بحب عندنا حب وكره في السوشيال ميديا، حب وكره بس، لكن ما بقيمش اللعيب كفنيا بقى جوه الملعب اجتهد فعلا ولا ما اجتهدش، احنا القصه كلها احنا بنحب ونكره بس، لكن ما بنقيمش اللعيب ده ادى وطلع مجهوده طول ال 90 دقيقه او طول الوقت اللي هو لعبه جوه الماتش ولا ما طلعش، لان في لعيبه معلش في لعيبه اذكياء بيعرف فعلا يكتسب الجمهور اللي هو بتاع السوشيال ميديا من خلال لعبه واحده طول ال 90 دقيقه، يعني مش عايز اقول اسامي لعيبه بس بتعمل كده فعلا زي ما انت بتقول كده بس. يعني ماتش الزمالك اللي جاي زي ما انت شايف السوشيال ميديا هي يعني هي اللي حاسمه الامور، او هي بتقول ان الامور لو الفريق اللي كسب هو ده الفريق اللي هيفوز بالدوري، لكن انت شايف ان لسه المشوار طويل ولسه الاثنين يعني الناديين اهلي وزمالك عندهم لسه مشوار في الدوري صعب، عندهم عقبات صعبه في الدوري العام وبالتالي لسه ما اتحسمش. طيب هل بطولات افريقيا سواء اهلي او زمالك هل هي مؤثره على الفريقين في مشوارهم في الدوري او ممكن تاثر عليهم في مشوار الدوري على الخبره اللي موجوده عند الاهلي والزمالك؟ وكمان يعني بنتكلم على الاهلي اكتر عشان عنده خبره افريقيه نهائي 2 بطولتين يكون وصيف افريقيا في 2 نهائي ورا بعض، فشايف الامور الافريقيه تبقى عامله ازاي على الفريقين؟ والله هي بتكلم كمان على مشوار الدوري بعد كده، هي عامه كده كده مأثره على الفرقتين، يعني الدليل على كده انه ظهر الفتره اللي فاتت وخاصه النادي الاهلي، النادي الاهلي بقى له موسمين على التوالي اهو بيوصل نهائي افريقيا بس ليه في اوحش حالاته، مش في اوحش مش حالاته. في حالاته انا لسه حتى متكلم مع واحد صاحبي النهارده بقول له مش عايز يعني انا اسف في اللفظ يعني معلش، كان الصف الثاني بتاع النادي الاهلي هو اللي وصل نهائي افريقيا معلش، ما في الكوره في مزيج ما بين الاول في مزيج ما بين اول وثاني، بس احنا بنتكلم معلش الهيكل الاساسي بتاع الفرقه، الهيكل الاساسي اللي هو المعتمد عليه بشكل اساسي كان مصاب، يعني حوالي 7 أو 8 مصابين في الوقت ده صح. وانت توصل نهائي افريقيا وتخسر من الترجي او تكسب الترجي هنا 3 تروح تخسر منه هناك 3، فده برضو في حد ذاته حاجه كويسه مش حاجه وحشه طبعا، وانت بتبني عليه. الحاجه السلبيه برضو اللي برضو مأثره عليه سواء اهلي او زمالك ان انت كل 3 أيام بتلعب ماتش، تضارب المستويات او تفاوت المستويات اللي انت بتلعبها كل فتره ده مش موجود، لان انت ماشي بمستوى واحد كل 3 ايام ماتش بس بنفس القوه، مش في تفاوت في القوه بتاعه الماتشات، يعني انت بتلعب كل الماتشات بقوه واحده. انا عايز اقول لك ان الاهلي عنده الماتش اللي جاي يكون يوم 30، المباراه اللي بعديها مباراه الاتحاد هتكون يوم 2/4، سان داونز مباراه اجلت بقت يوم 6 اعتقد اجلت يوم، بعديها يوم 9 الاهلي والمقصه، طيب العوده سان داونز هتبقى يوم 13، بيراميدز يوم 18، المصري يوم 22، طيب ولو الاهلي ان شاء الله ربنا كرم وصعد لقبل النهائي هيكون عنده المباراه يوم 26 او 27/4. لو ركزنا في اول 3 ماتشات او 4 ماتشات بالظبط هتلاقيهم كلهم اقوياء في وتيره واحده، الزمالك والاتحاد وسان داونز والمقصه وسان داونز 5 ماتشات، زمالك قمه، اتحاد معلش احنا عايز ترد الماتش بتاع الدور الاولاني صح؟ صح دي حاجه، وعايز لو ربنا كرمك وكسبت تستمر في نفس الوقت، لو كسبت الزمالك ان شاء الله هتدور ان انت تحافظ على القمه، فانت مضطر ان انت تلعب بنفس القوه بتاعت ماتش الزمالك، تخلص ماتش الاتحاد تخش على سان داونز، محتاج ان انت تعمل نتيجه ايجابيه عشان تلعب الماتش العوده بنتيجه برضو ايه مرتاح، عندك المقصه في النص وعندك المقصه في النص
برضو ماتش برضو محتاج ان انت تحافظ فيه ان شاء الله على القمه. فكل دي ماتشات كل 3 ايام وكل 4 ايام ماتش بنفس القوه دي لازم تاثر عليك بالسلب، بجانب ان انت بتتكلم ان انت بتحضر كمان ادي كمان اهو في شهر اهو عندك اسبوع المنتخبات اسبوع الفيفا، فانت اللعيب بتاعك اللي انت المفروض بتريحه بتدخله في جو برضو ماتشات قويه، فده لازم ياثر بالسلب سواء على الاهلي او الزمالك وخاصه النادي الاهلي، لان مستويات اللعب في دوري الابطال برضو اعلى شويه من الكونفدراليه. الفتره اللي كان فيها راحه وتوقف من بعد اخر مباراه الاهلي كسب فيها شبيبه الثوره 3-0 كانت فتره طويله شويه، الاهلي لعب مباراه امام فريق جمهوريه شبين كسب، اطمأن على البدلاء اطمأن على اللعيبه اللي مش بتشارك بقى لها فتره، يعني لو المستر لاسارتي بيفكر ان هو يعني يقرب اي حد بقى له فتره بعيد اطمن عليه وما عندوش اي مشكله خالص. هل شايف الفتره الطويله شويه بالنسبه لكل 3 ايام ماتش، هل شايف ان هي فتره ايجابيه ولا فتره سلبيه علشان داخلين على ماتش قوي زي ماتش الاهلي والزمالك؟ لا انا شايفها فتره ايجابيه، يعني في ظل اللي انا يعني قلت لك عليه في الاول كده ان انت كل 3 ايام ماتش او كل 4 ايام ماتش، دي فتره كويسه بحيث ان انا برضو الفكر او الذهن بتاع اللعيبه او الجو العصبي بتاع اللعيبه ان هو تخرج بره الجو بتاع الكوره والشده والضغط بتاع الماتشات والتمرين والكلام ده كله، ان انت تخرج بره منه شويه كده بحيث ان انا اصفي ذهني واصفي عضلاتي وهدياها للفتره اللي جايه، ان انا خلاص افصل شويه بعد كده ارجع بمقدار القوه اللي انا هاخده بعد كده، لان احنا بنتكلم لسه بنقول كل 4 ايام ماتش كل 4 ايام ماتش بنفس مقدار القوه، فلازم برضو ادي فتره قبل ما اخش على الايه على الماتشات دي كلها، لازم احضر اللعيبه بتاعتي كويس اصفي ذهنهم، فدي بالنسبه لي فتره ايجابيه كويسه للنادي الاهلي بالذات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عبد الله يمكن انت ما حلفكش التوفيق والحظ انك تكمل في النادي الاهلي لفتره اطول، لكن عايز اعرف منك اللعيب اللي بيخرج من النادي الاهلي ايه اللي بيستفاد منه وازاي بيكون فارق مع الانديه الثانيه؟ يعني انت خرجت من الاهلي ورحت لعبت في انديه كتيره كمان وانديه مميزه الدوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه، لكن عايز اعرف لعيب النادي الاهلي بيكون مميز عن باقي اللعيبه في ايه وهو خارج؟ بص هو سؤال حلو وقول لي بقى كل اللي انت نفسك فيه. لا لا والله بص هو كل ما في الموضوع ان انت بتستفاد نمره واحد باسم النادي الاهلي طبعًا. دي نمره واحد نمره اتنين خبراتك اللي انت خدتها سواء على مستوى الناشئين او مستوى الفريق الاول انت بتستفاد كمدربين بقى بتبدا تعتمد عليك بشكل يعني بشكل اساسي جوه الملعب وبره الملعب، سواء ان انت بتتكلم خبرات بقى خبرات فنيه وقفتك ازاي جوه الملعب توجيهك في ناشئين مع كابتن محمود صالح تمام كابتن مجدي طلبه طبعا كابتن فتحي مبروك طبعا طبعا من ده كابتن حسام البدري طبعا كابتن عادل عبد الرحمن كابتن فريد شوقي كابتن محمد وهبه مستر كروفر تتمرن مع ناس كتير قوي وكلهم نجوم. حاسس ان احنا لما بنرجع يعني بنرجع بالزمن لورا كان في نجوم كتير قوي بتدرب في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، الوضع دلوقتي مع السوشيال ميديا مع الانديه الكتيره اللي ظهرت مع انتشار المدربين بشكل رائع جدا كده في المصلحه طبعًا. العامه ادى فرص لمدربين صغيرين عشان يكونوا موجودين دلوقتي في قطاع ناشئين، لكن مين من المدربين اللي انت شايف ان هو اثر معاك بشكل كبير واستفدت منه وبدات ان انت تطبق الطريقه اللي كان دايما بيمرنك عليها او بيوظفك فيها؟ انت كنت بتلعب ليبرو او مساك على ما اتذكر تقريبا يعني 3-5-2 احنا قدام شويه فكان في ليبرو بعد كده طلعنا لقدام بعد كده طلعت قدام وكنت ساعات تلعب في وسط الملعب وسط ملعب مدافع لما كنت يعني كان الفريق محتاجك. فمين من المدربين اللي ممكن نقول ان عبد الله جلال استفاد منهم وفعلا يعني هم طوروا من مستواه كانوا يعني نقطه فارقه في مشواره الكروي؟ بص في خلال قطاع الناشئين يعني اللي استفدت منه بشكل كبير قوي كابتن محمود صالح يعني ربنا يبارك في عمره يعني حبيبي كابتن محمود صالح يعني انا مقصر معاه شويه بس معلش سامحني بقى لكن هو بشكل ايجابي بجد يعني كابتن محمود صالح علمني حاجات كتير وما زلت لغايه دلوقتي ماشي عليها بشكل كبير طبعا بجانب الخبرات بتاعه اللعب استفدت منها طبعا علمني ازاي اقف في الملعب ازاي اقف صح امتى لما اغلط اعلم اصلح غلطي وارجع تاني بسرعه جوه الملعب كل ده اتعلمته من كابتن محمود صالح يعني. اما على مستوى المنتخبات يعني فكابتن خالد جد الله طبعا كابتن خالد جد الله اثر فيا بشكل كبير يعني في موضوع المنتخبات بالذات يعني اتعلمت منه حاجات كتير اتعلمت ازاي ان الواحد يبقى
بلغه الكوره كده يبقى راجل جوه ممكن يكون الكابتن محمود صالح علشان قريب لمركزك شويه فممكن يكون استفدت منه اكيد طبعا او كان مركز معاك شويه. عايز اقول لك ان الكابتن محمود صالح مش موضوع والله مش موضوع مركزه وانا ما بقول كلمه لله شهد حق يعني كابتن محمود صالح من المدربين فعلا اللي بتعلم اللعيبه الصغيره فعلا الوقفه جوه الملعب مش شرط مدافع بس حتى على المستوى الهجومي وخط النص مدافعين بيعلم ازاي الصح سواء على المستوى التمرين او الماتشات الوديه كان بيعلمنا الصح يعني ازاي تقف مع المهاجم امتى لما المهاجم مثلا ياخدك لبره تقف معاه ازاي في الكور الثابته تقف ازاي لو غلطت حتى لو غلطت وعايز تصلح غلطك تصلحه ازاي يعني كل ده انا استفدت منه. فرقت معاك لما خرجت من الاهلي يا عبد الله؟ اكيد طبعا فرق معاك كتير. لاعب الاهلي بيكون مختلف عن اللعيبه اللي موجوده وجايه من انديه تانية او حتى موجوده في نفس النادي اللي موجود فيه او اللي جه عليه، بيكون ايه الاختلاف؟ الاختلاف في الخبرات وبالذات ان انت معلش النادي الاهلي خبراته عاليه قوي في نوعيه التمرين سواء الحمل ممكن نقول عليه الحمل البدني ممكن حمل بدني وفي نفس الوقت الفكر بتكون سابق الافكار انت سابق افكار الناس اللي موجوده معاك سابق افكار وخلي بالك يعني بيحصل برضو في الاول معاناه شويه لحد ما مش معاناه كبيره يعني بس معاناه شويه مع بعض اللعيبه او مع بعض المدربين ان انت مثلا ايه بتتكلم فممكن تبقى انت واخد فكر جوه النادي الاهلي سواء على مستوى الناشئين او الفريق الاول فكر معين فكر عالي وتيجي مع مدرب يجي يقول لك على حاجه هو بيصلحها لك وانت شايف ان هي صح او واخدها صح في الايه؟ طب هل الفكر ده ليه علاقه بشخصيه البطل وشخصيه المكسب انك في الاول بتعافر وبيتنبح صوتك وبتزعق وبتكون عندك بقى يعني مشاكل كبيره جدا في حته المكسب لكن بتتاقلم وبتتعود وبتفتكر ان انت مش موجود في النادي الاهلي خلاص فالموضوع هيبقى مش زي الاول ما دي لا بص هو في الاول انت بتعاني بعد كده بتكتشف ان انت لازم غصبا عنك معلش بتنزل بالمستوى شويه فبتبدا تتعامل بقى ان هو برده معلش واحده واحده لغايه ما توصل له المعلومه وصلته المعلومه خلاص ما وصلتوش المعلومه ببدا اتعامل ان انا احاول اصلح الغلط او اتعامل مع الغلط ده بطريقتي انا بقى يعني النادي الاهلي بيكون اكتر للاحترافيه شويه وبالتالي المدربين ما بتتعبش مع لعيبه النادي الاهلي يعني مش بتكلم على اللي موجوده في النادي الاهلي بتكلم على اللعيبه اللي خرجت النادي الاهلي اللي الانديه الثانيه يعني احنا بنتكلم لو هنبص في كل نادي على الاقل في لاعب او اثنين موجودين. بالمناسبه دي عايز اسالك سؤال سريع فكره الاعارات اللي الاهلي عملها الفتره الحاليه واثرت بالايجاب مع المنتخب الاولمبي شايف الاعارات دي ازاي؟ هل ما كانتش موجوده ولو كانت اتطبقت كانت هتجني الثمار وكان اللعيبه هتستفاد والاهلي هيستفاد ولا حاليا ده التوقيت الصح والمناسب ان خطوه زي دي تتعمل علشان ما يتمش الاستغناء عن لعيبه مميزه وان كله ياخد فرصه؟ انا شايف انها خطوه كويسه يعني معلش في لعيبه كتير او سواء على مستوى الناشئين او الفريق الاول الصغيرين بالذات اللي هو طالع من الناشئين للفريق الاول بيبقى مستعجل ان هو يلعب ويكبر ويبقى نجم ويبقى مستحوذ على مكانه في حين ان انت لو تعبت شويه معلش اصبر على نفسك سنه سنتين معلش هتيجي الفرصه هتيجي كماله الفرصه ان انت ممكن برضو بالاعاره دي في خلال مثلا الست شهور اللي انت طلعتهم او في خلال السنه اللي انت طلعتها انت هيبقى عندك مجال اوسع وزي ما احنا لسه بنتكلم اهو ان انت لما بتخرج من النادي الاهلي بتاخد فرصه ليه؟ المدرب ما انا بقول لك المدرب بيبدا يعتمد عليك ان انت جاي من النادي الاهلي فعندك كميه خبرات سواء انت واخدها من مدرب الناشئين او قطاع الناشئين ومع التمرين حتى لو انت بتتمرن بس مع الفريق الاول بتاخد برضو خبرات من النجوم بتاعه الصف الاول بتاعه الفريق فانت عندك كم خبرات محتاج بس ان انا احطه جوه الملعب او افرشه جوه الملعب زي ما بيقولوا كده. شايف مين اللعيبه المميزه اللي انت شايفها تم اعارتها من النادي الاهلي ومتالقه مع انديتها؟ ممكن يعني احمد حمدي رايك بيعجبني ما لسه كنت اقول لك احمد حمدي اكرم توفيق احمد حمدي بيعجبني بشكل مميز الصراحه يعني لافت نظري بشكل كويس عمار حمدي برده ماشي كويس برده الفتره دي مع سواء مع المنتخب او مع الاتحاد السكندري الناس دي يعني اعتقد انها في الفتره الجايه ممكن يبقى لها شان ودور في النادي الاهلي لما يرجعوا ان شاء الله. عبد الله شرفتني ونورتني واستمتعت جدا بالحوار معاك. استمتعت ربنا يخليك. تسلم لي. كان معانا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن عبد الله جلال ختمنا معاه في الفقره الحواريه الثانيه قبل ما نروح للجزء الثالث والخاص بالكره العالميه تعالوا نروح لتقرير مع المعرض سبورتكس الدولي للادوات والمنتجات الرياضيه اللي هيكون
من خلال الفتره من 17 ل 19 ابريل، واللي كان بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وسياده الوزير وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. ونرجع نكمل معاكم الفقره الثالثه وفقره الكره العالميه.